السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. اليوم راح أشرح لكم طريقة نقل برنامج اليوتيوب أو تطبيق اليوتيوب على جهاز PS4 المعدل إن شاء الله بطريقة سهلة راح تكون وبدون الحاجة إلى PC أو أي قطعة خارجية. لكن قبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى منكم أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وأيضا تضغطون لايك. الآن يعني هسه سووا اشتراك والإعجاب. إذا راح نبدأ بالشرح. إذا شباب على جهاز PS4 نتجه أول شيء قبل ما تسوي أي شيء راح تروح على إعدادات وتجي هنا تنزل راح تختار النظام وبعدها التنزيلات التلقائية. شباب راح تلقى علامة صح في ملفات تحديد برمجيات النظام وعلامة صح هنا في ملفات تحديد التطبيق. راح تلغي هذه العلامة. ليش لغينا هذه العلامة؟ لحتى نتفادى التحديثات التلقائية اللي راح تجيك، يعني راح تخرب التعديلة للأسف. إذا هاي أهم خطوة راح تسويها بهاي الشرح. بعدين راح تروح تشغل الواي فاي، الشبكة، تتصل بالشبكة، شبكة الواي فاي، الاتصال بالإنترنت. إذا بعد ما شغلت الواي فاي شباب هسه راح تحتاج هذا التطبيق، تطبيق PS4 Explorer. تطبيق PS4 Explorer، هاي التطبيق شرحت شلون راح تنقلها من جهاز الهاتف الى جهاز PS4 وكانت بطريقة سهلة جدا. اذا بعد ما نزلت تطبيق PS4 Explorer راح تقوم بالدخول الى البرنامج، تنتظر حتى يطلع لك الواجهة. اذا بعد ما ظهر لك الواجهة راح تضغط على زر L3 ضغطة واحدة. اذا هنا ظهر شباب الاي بي الخاص بجهاز PS4 192.168.0.109. اذا حاليا راح تعوف PS4 وراح تتجه على جهاز الهاتف. اخوان من تتجه على جهاز الهاتف راح تحتاج هذا التطبيق، تطبيق FTP كاف. هاي التطبيق راح اقوم بتنزيله بقناة التليجرام وايضا في اضعه في وصف الفيديو ان شاء الله. راح تقوم بالدخول الى التطبيق، راح تقوم بالضغط على edit يعني انشاء الاي بي. هنا راح بروفايل راح تكتب PS4 ومكان FTP مود FTP عادي راح تبقى، ومكان الهوست راح تكتب الاي بي الخاص بجهاز PS4. هنا قبل شوية قلت لكم راح تضغطون على L3 ويطلع لكم الاي بي الخاص بجهاز PS4. هسه راح ننقلها، يعني نقلتها قبل شوية 192.168.0.109 وراح تضغط على كلمة سيف. هسه بعد ما ضغطت على كلمة سيف راح تضغط على كلمة كونكت يعني اتصال. اذا شباب حاليا دخل على ملفات PS4 من خلال الهاتف. طبعا شباب راح اضع رابط او ملف اليوتيوب في قناة التليجرام ان شاء الله. انت بعد ما تحمل اليوتيوب من قناة التليجرام راح تتجه هنا، راح تروح على ملفات التليجرام او ملفات الداونلود، يعني على اي ملف قمت بتنزيل منها او قمت بتنزيل الملف على هذا، عفوا قمت بتنزيل اليوتيوب على هذا الملف. اني حملتها على داونلود. اذا هنا عفوا يوتيوب باكج راح تضغط على علامة صح، راح تضغط على علامة صح واتجهنا على ريموت، راح تختار يوزر وبعدها راح تختار اي بي بي، تتجه مرة ثانية على لوكال صورة منزل هنا. بعد ما حددت يوتيوب راح تقوم بالضغط على ابلود. اذا هنا شباب حاليا جاي ينقل الملف، راح ننتظر شوية لحد ما ينقل الملف اليوتيوب حتى نقوم بتثبيته داخل PS4. راح تحتاج منك شوية يعني تصبر. عفوا
وراح ننتظر دقائق او ثواني حسب يعني سرعة النت اللي عندك. شباب الطريقة بسيطة يعني ما يحتاج لها اي تعقيدات. فقط تنتظر حتى يكتمل عملية النقل. شباب اذا اي واحد عنده استفسار او اي واحد يريد او يطلب ان اشرح لها في الطريقة يتفضل بالقناة التليجرام او يتفضل بالتعليقات يحكي لي، ماكو اي اشكال ان شاء الله. حسب المجال راح اسوي المقاطع والشروحات باذن الله، اني مستمر بالقناة. بس اريد منكم يعني تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وشوية لايكات على الفيديو حتى نستمر ان شاء الله، وتقديرا لجهودنا. اذا نرجع للشرح، هسه راح يكتمل. اذا بعد ما اكتملت عملية النقل راح تضغط على كلمة اوكي، ان انتهت رحلتنا مع جهاز الهاتف. يعني هسه تقدر تشمر جهاز الهاتف. راح ننتقل على جهاز البي اس 4، راح تدخل على بي اس 4 اكسبلور وتجي هنا تختار يوزر واي بي بي. هسه قبل شوية نقلنا التطبيق، راح تجي هنا تنزل لي جوا هنا يوتيوب باكج، راح تقوم بضغطة واحدة وراح تقوم بالضغط على في زر الفي حتى تثبت اليوتيوب. اذا تمت الاضافة الى التنزيلات، راح تخرج من تطبيق البي اس 4. اذا هنا شباب تطبيق يوتيوب بدأ تنزل، اكتمل عملية التنزيل. راح نجربه ونضغط على في حتى نبدأ ندخل على البرنامج. اذا هنا شباب راح تظهر لك واجهة اليوتيوب، كل ما عليك هو ان تنتظر حتى يطلع لك يوتيوب. اظهر واجهة اليوتيوب بس هنا عندي ملاحظة شباب، انت ما راح تقدر تسجل دخول بحسابك. يعني اذا سجلت دخول بحسابك فاكيدا راح تخرب التعديل مال الجهاز ويروح عليك الاول والثاني. لان هنا شباب اليوتيوب ظهر وبدون اي اشكال تقدر تبحث، تقدر هنا اكو زر البحث، زر المفضلة، زر وكل شيء بتلقى ان شاء الله. ماكو اي اشكال، العاب الفيديو، موسيقى، اخبار، اشتراكات، مكتبة. انت يعني ما تقدر تسجل الدخول لان الجهاز البي اس 4 المعدل ما يقبل يسجل دخول على الحساب. اذا الى هنا شباب انتهى شرحنا لهذا اليوم. اتمنى تكون استفدتم من المقطع. راح نستمر وياكم بشروحات قادمة ان شاء الله. الى الفيديو القادم، تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.